عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. انا صورت لكم الفيديو من الدار، قلت نشارك معكم هذا الفواياج. اول مره غادي نسافر بهذه الطريقه، هذه هذا السفر المنظم، وحيت دابا راكم عارفين هذه الظروف اللي حنا فيها مع كورونا وهذا، يعني كيخصك تكون دايره التلقاح ويكون عندك جواز التلقاح ويكون عندك لوتوريزاسيون. ف فضلنا اننا نجربوا هذا السفر هذا بدل فايج اورغانيزي، نشوفوا كيفاش داير. حنا دابا متجهين وجهه ديال الشمال. المهم فين ما نمشي اي بلاصه انا غادي نصور لكم وغادي نوريكم. هانتوما معايا انا دابا، يلاه جبت لكم من الديبار. يلاه خرجنا من الدار، الشوانط ديالنا باقي ما خرجناش، كنتسنى عيط ونعيط لنا هذاك المونيتور باش نمشيو. يلاه خليكم معايا. حنا دابا غادي نطلعو هاد الميني بوس، الميني بوس نتوما دابا هاد القضية هادي واحد واحد. حنا نزلنا دابا هنايا، وصلنا لهاد البلاصة هادي كنقولها الجبهة. المهم الدخلة ديالها كنتسنى واحد شعلة من خصنا كنرتاحو شوية على من مات. لما يحلو قلنا نرتاحو شويه على من تحل الدنيا. بعد 5 الصباح ثم البلاصه هادي ها هي. شوفوا 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 غزاله، شوفوا احنا اخيرا نحن على جنب البحر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حقيقه دابا هاد التجربه هنا عديناها ولكن عجبتني. هنا القدام ان شاء الله نبقاو نجيو لها دائما، نبقاو نجيو فهاد السفر هكا كتبقى هزا مسؤوليه لا حتى شي حاجه الصراحه. فوالا من هنا دخلنا عينا ماشي ايوا كتشرح لكم، قالت لكم هذا ماشي العومه. والله ماشي وحنا دابا غادي نمشيو. قالنا غادي نركبو في القارب، انا ما كنقدرش الصراحه نركب في القارب، نشوف واش نقدر ولا ما نقدرش ما نعرف. المهم قالك الجبهه الا ما ركبتيش في القارب ما درتي والو. كي هو دابا مازال كيستعد، مازال ما عرفناش القوارب عرفتي فيهم. كنشوفو على مناظر الصراحة غزالة. خلاص يا خديجة شمنتي طاني الرحلة هي الطبيعة هنا الصراحة، طبيعة رائعة جدا. هنايا زعمت ودخلت معاهم في القارب، كانت مغامرة زوينة الصراحة وتجربة زوينة بزاف. نتوما كيما كتشوفوا الماء زوين والبحر غزال وصافي وواحد المنظر رائع. هنا دخلنا كيوريونا المغارة ديال عبد الكريم الخطابي، وكاين بزاف المغارات صراحة زوينة بزاف. التجربة كانت واعرة، واخا جاني الخوف، انا ما كنقدرش كنخاف من القوارب وداكشي، ولكن بجمالية المكان ما حسيتش بالخوف. تما كما كتشوفوا زوينه بزاف، وكانت الامبيونس مع الجروب وداكشي ما حسيناش. التجربه كانت زوينه
هنايا حنا ماشيين دابا لواد لاو، شوفو الطبيعة كي دايرة غزالة. قضينا في هاديك الجبهة واحد شي ساعتين هكاك، على ما درنا وشفنا هادوك المغارات. لحقاش هاد الجبهة قالك فيها غير دوك المغارات، يعني ما فيهاش شي حاجة هادشي لي يمكنلك تشوفي فيها. صافي من تما مشينا لواد لاو، الطريق زوينة بزاف، واحد الطبيعة كتحمق غزالة الصراحة. وحنا كنا شي، ولكن غير من بعد ما تيبان تنقي. وصلنا دابا هنايا لا ريزيدونس اللي غادي ندخلو، هما دابا عارفين كنا الناس من الكيران لا ريزيدونس اللي غندخلو دابا. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ حنا دابا هاي الله فقنا فيقنا مع الثمانية، وكان مزيان بحق قبل نمشي الساق النهار ديالي. دابا غادي نمشيو للفنادق تما غادي نفطرو، وعاد غادي تكون الانطلاقة. ما عرفتش البروغرام ديالهم شنو هو، وما ضيق ياك من موراها غادي لا لا غادي نمشيو للفنادق ديالك هو الاول، نفطرو تماك عاد نرجعو للمضيق باش اللي بغا يطلع ليا خت. وصافي هانتوما معنا، غنصور لكم لقطات شي معنا شي معنا. نتوما عارف الا جيت نصور داكشي كله غادي يجي فيديو طويل. المهم انا درت لكم لقطات كامله من الرحله ديالي، وهاد الرحله صراحه اول مره كنجربها، ولكن راه واعره صراحه. ثقوا بيا، زوينه زوينه بزاف. هاد السفر المنظم زوين بزاف، ما كتبقاي زعما حتى شي حاجه، هما تيديوك هما تيوريوك الاماكن. حنا فخا كنا كنسافروا كنشوفوا البلايص، ماشي ما كنشوفوش، ولكن ماشي بحال اللي كيديوك هما. حنا ما كنعرفوش القناه. دابا هنايا نزلنا باش غادي نفطرو الكافي اللي غنفطرو فيها. مالك ديما حاضرة؟ هذا الفطور شمالي عندهم، هذا تيقولوا فطور بلدي. هنايا مشينا بلا يونش ولا بلي يونش، ما عرفتش شنو اسمها بالضبط. مور ما فطرنا في الفنادق، مشينا لهاد البلاصه، داونا لهاد المكان هذا غزال. هاد البلاصه كتحمق الصراحه، زوينه بزاف. يعني هاد البلاصه ما حتى ولا تبغي تجي، حنا كنجيو الشمال دائما، ولكن هاد البلاصه ما عمرنا جينا لها. يعني الصراحه ما عمرنا جينا لها. خص اللي كيعرف المنطقه مزيان هو اللي يجيبك لهاد الاماكن هادو. نتوما شوف كيفاش دايره، يعني جايه بواحد الحدوره، واحد المهم واحد المنظر فيها رائع بزاف، واحد الطبيعه فيها غزاله. انتم غادي تشوفوا معايا.
هنا جينا لمارينا سمير، هي زوينه بزاف غير هادي زعما جينا لها شحال من مره حيت قريبه هادي المارتيل وباينه في الطريق، فهي غزاله وزوينه صراحه البلاج واعر بزاف. نمشيو نرجعو المارتيل. صافي هنايا راه كان جا الليل، صافي غادي نمشيو للمارتيل باش نباتو في الاقامه من بعد ما دوزنا واحد النهار زويوان ودزنا من بعد المارينا سمير مشينا للمضيق تغدينا فيه وصافي. انتما كيما كتشوفوا حنا راجعين للاقامه اللي دوزنا فيها حتى واحد الليله زويونه، لقينا مدين واحد السهره تما كانت زوينه بزاف الصراحه، فوجنا شويه وفوجنا مزيان ماشي غير شويه. صافي موراها دخلنا نعسو باش الصباح نفيقو بكري، عندنا واحد البروغرام هانتوما معانا باش تشوفونا فين غادي نمشيو. تا حالا انا نصور انا هنا. حنا وصلنا لابلاج داليا اللي كيجي في القصر الصغير، واحد لابلاج زوين الصراحه وزوين بزاف ونقي ورائع الصراحه. هاد لي بلاج ديال الشمال، هاد الشواطئ الشمال كلهم زوينين وكلهم نقيين بدون استثناء، يعني كتوفر فيهم جميع الشروط ديال النظافه، يعني الصراحه ما عندي ما نقول. صافي هنايا جلسنا في هاد لابلاج واحد الساعتين على من ما عامو اللي بغى يعوم عمره عام، موراها قبطنا الطريق باش غادي نمشيو لطنجة. هنا غادي نكون وصلت نهاية الفيديو هذا، الرحلة باقا ما سالاتش ان شاء الله حتى الفيديو الجاي وغادي نكملها معاكم، لان الفيديو بان لي طويل بزاف فان شاء الله قسمته على جزئين، الجزء الثاني ان شاء الله في الفيديو الجاي. هنا حنا راجعين لطنجة ومن تما